خادم هو التوقعات راه كاين هناك فرز الناس راه خدامين دابا هذه الليله هذه يعني راه كنعرفوا الانتخابات كما النتائج ما كتكون رسميه الا صباح غد ان شاء الله ولكن كاينه معطيات من وزاره الداخليه من الناس اللي ساهرين على الانتخابات من اولها الى اخرها هما اللي غادي يعطيونا النتائج الرسميه الاخيره يعني شفنا في الجانب بزاف ديال الخيامين خرجوا العام في الخمره ديال الشعبيه منهم اللي كانوا مطابقين شنو اللي خلاكم انكم تدخلوا هذه المجال؟ ما زعما كنظن ان الهضره هذه قلناها وكررناها وقلناها وكررناها. ما فيها باس نعاود نكررها المجيء ديالنا لهذا الحزب هذا هو ما استقبلناش حنا اللي مشينا عنده. شنو السبب ديال هذا الشيء؟ اننا اللي من نهار عقلت انا على الفن هذه 36 سنه انا كنت كنكرر الكلام من نهار عقلت 36 سنه هذه يعني ما وقعت حتى شي حاجه ما نكونوش يعني سوداويين او كنشوفوا كاينه شي حاجه قليله هي مثلا التغطيه الصحيه اللي داروها الفنان وناضلوا من اجلها اما شي حاجه اخرى ما دارتش فيعني الفنان بغى ياخذ حقه وكما قلت النقطه التي افاضت الكاس هي جائحه كورونا شنو الكلمة اللي توجه اليوم للمواطنين المغاربة اللي تقوا فيكم وصوتوا للحزب وانتم كتنساوه؟ كنقول انا المواطن اللي كان كتهمني اهم حاجة هي الذهاب إلى صندوق الاقتراع اللي كيتيق في شي حزب وعنده برنامج وتيشوف فيه أنه قابل للتحقيق وأن الناس معقولين وأن الحزب يعني عنده الكفاءات المواطن له حق الاختيار داكشي علاش هي هذه الانتخابات كل كينتخب وفي سريه انا كنتخب كنصوت على من بغيت وكيت صوتي على من بغيتي والاساسي في هادشي هذا كله هو انه يطلع حزب اللي يكون باغي الخير لهذه البلاد هذه وبغي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم